أهلا بكم من جديد. أظهر استطلاع للرأي أن الناخبين الأمريكيين والعرب والمسلمين الغاضبين من الدعم الأمريكي للهجوم الإسرائيلي على غزة يتحولون من تأييد كامالا هاريس إلى دعم مرشحة حزب الخضر جيل ستاين بأعداد قد تحرم المرشحة الديمقراطية من الفوز في ولايات حاسمة ستحدد مصير انتخابات الرئاسة في 5 من تشرين الثاني. كما وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أواخر آب أن 40% من الناخبين المسلمين في ولاية ميشيغان أيدوا ستاين المنتمية لحزب الخضر، وحصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 18%، بينما جاءت هاريس نائبة الرئيس جو بايدن في المؤخرة بنسبة 12%. يصل أكثر من 130 رئيس دولة وحكومة إلى نيويورك اعتبارا من الأحد لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي ذلك في خضم لحظة متفجرة تنعكس من خلال عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للحرب في غزة أو أوكرانيا أو السودان. وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد عبر عن قلقه من تصعيد إقليمي للحرب في غزة أو من خطر نووي مرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا، وأكد أن العالم قادر على تجنب التوجه نحو حرب عالمية ثالثة رغم انقساماته. من نيويورك ينضم إلينا الكاتب الصحفي أحمد محارم. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. مختلف قضايا ربما مطروحة على جدول أعمال هذه الجمعية لهذه الدورة، ولكن هل نتحدث عن اختلاف كبير ما بين سنوات ماضية وما بين ما هو مطروح، ونتحدث عن الأخطار والصورة التي من الممكن أن يتعاطى معها زعماء الدول؟ التحية والتقدير، مساء الخير. فعلا هذه الدورة رقم 79 تختلف تماما عن كل الدورات السابقة، لأن الداخل الأمريكي بيتابع تقريبا كل المشاكل السياسة الخارجية، حرب روسيا أوكرانيا، حرب إسرائيل على غزة. الحقيقة من الواضح أن هذا التوقيت يشهد 193 دولة، زعماء العالم والقادة معظمهم بيكونوا حريصين على الحضور في المرات السابقة. هذه المرة أعتقد الحضور التمثيل يختلف، مش كل القادة بيجوا، بل بتيجي وفود تمثل الدول، ومن ثم مستوى الحضور هيكون أقل من كل السنوات السابقة، بسبب يمكن خلال هذه السنة كثير جدا من الجلسات عقدت في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن، والقرارات كانت تدخل في الأدراج لا ترضي ضمير العالم ولا ضمير القادة ولا ضمير الشعوب. نرجع لمدينة نيويورك. مدينة نيويورك في هذه الفترة بتستفيد اقتصاديا حوالي 2 إلى 2.5 مليار دولار هم الدخل اللي بيخشوا نتيجة هذه الوفود اللي بتيجي، الإقامة والتنقلات والأمن والاستضافة. فمن ناحية الاقتصادية هناك استفادة جيدة جدا لمدينة نيويورك، والتي تمثل إحدى أعصاب الاقتصاد الأمريكي. نرجع من الوجهة السياسية، الحضور أو التمثيل اللي يختلف عن كل سنة له أسبابه، ومن ثم هيكون في فايدة ثانية إن الضيوف القادمين سواء رؤساء وحكام الدول أو الوزراء الخارجية بتكون في لقاءات ثنائية. هذه اللقاءات الثنائية بتتيح الفرصة لكل رئيس دولة أو مسؤول دولة أو وزير خارجية دولة أن يلتقي بنظيره من الدولة الأخرى. من خلال هذه اللقاءات الثنائية السنوية أعتقد يكون المجال مفتوح لإعادة تكوين فكر يساعد بشكل ما على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بتسعى إليها 2030، وتحقيق الأمن والسلام في العالم اللي مجلس الأمن من خلال كل القرارات لم يستطع أن يحظى بشيء من الإيجابية. فأعتقد اللقاء والاجتماع في حد ذاته بيعيد التذكير بأهمية وجود الأمم المتحدة وأهمية وجود القادة رغم كل المشاكل. يعني معظم القادة لأسباب معينة بتكون اتصالات بينهم، اتصالات تليفونية أو زيارات مكوكية لوزراء الخارجية. في هذا الحدث الهام رقم 79 الحقيقة بيعيد إلى الأذهان ويؤكد أهمية مثل هذا اللقاء اللي بيعقد في مدينة نيويورك سنويا، هيبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 من سبتمبر. القيادة دعني أعود بك
اسمح لي أن أعود بك، مجتمعيا على مستوى الشارع الأمريكي ولربما حالة الامتعاض من دورات سابقة لما يتم من اجتماعات على قرارات واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نظرا للظروف الداخلية التي يعيشها لربما المواطن الأمريكي والأزمات فيما يتعلق على مستويات اقتصادية وتحديدا بعد الحرب الروسية الأوكرانية والدعم الأمريكي اللامتناهي، هل هذه الحالة ما زالت موجودة أو نتحدث عن شبيه لهذه الحالة في هذه الدورة؟ بالتأكيد الحالة لازالت موجودة، بس في مستجدات بتيجي من فترة لأخرى. في هذا العام أعتقد أن المجتمع الأمريكي الداخلي والشباب خاصة غاضبين على أساس الأمم المتحدة بتتخذ من أمريكا ومن مدينة نيويورك مقر لها. الأمين العام اللي هو دورته انتهت 4 سنوات وجددوا له وقالوا 5 سنوات، من أول يوم قال أنطونيو غوتيرس أنا بأعاني من أن في بيروقراطية في داخل أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإقليمية، ومن ثم هو كان بيحاول أن يحارب هذه البيروقراطية، وكان بيتكلم على أنه 5 دول أعضاء عندهم حق الفيتو. لو استمرت بالشكل ده عدد سكان العالم النهاردة 8 مليار وشوية، زمان لما سنة 47-48 في أول تأسيس كان عدد سكان العالم 2-3 مليار، فالنهاردة بيقول لازم يكون في تمثيل جيد لدول أفريقيا ولدول آسيا وأمريكا اللاتينية، ومن ثم ممكن 5 دائمة العضوية يكونوا يبقوا 10. وبالتالي في داخل الأمم المتحدة نفسها من يطالب بإعادة هيكلة الأمم المتحدة. كمان أمريكا جت في فترة أيام ترامب وامتنعت عن دفع حصتها اللي هي 40% من تكلفة الأمم المتحدة، وبالتالي من يملك التأثير على قرار الأمم المتحدة بالمال الحقيقة بيكون له يعني تأثير ممكن يكون سلبي على بعض القرارات. عشان كده بنلاقي بعض الدول بتجامل أمريكا في موقفها من حملتها على حملة إسرائيل على فلسطين. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة من نيويورك، كنت معنا الكاتب الصحفي أحمد محارب. الحروب والأزمات العالمية تتصدر جدول أعمال الزعماء والحاضرين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79. الحرب على غزة والتوترات في الشرق الأوروبي والأزمة السودانية وغيرها من الأزمات من تغير مناخي وتوترات اقتصادية ستحضر في نيويورك مع حضور مرتقب لأكثر من 130 قائدا وزعيما للاجتماعات المرتقبة. من هنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك تتجه أنظار العالم نحو القمة 79 للأمم المتحدة، حيث يجتمع قادة الدول لبحث أبرز التحديات التي تواجه البشرية في لحظة حاسمة. هذه القمة تأتي وسط تحديات كبيرة تواجه العالم، أهمها تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة. تتمحور النقاشات حول قضايا مصيرية كالتغير المناخي والفقر وعدم المساواة وأزمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تأثير الصراعات على هذه الأهداف. ولعل التحدي الأكبر هذا العام يبرز في كيفية التعامل مع هذه الصراعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة غزة والجنوب اللبناني وإيران واليمن والسودان، بالإضافة إلى الصراعات المستمرة على الساحة الدولية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية. هذه الأزمات الإنسانية والسياسية تفرض نفسها بقوة على جدول أعمال القادة هنا. والسؤال الذي يطرحه الجميع، كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتصدى لتداعيات هذه الصراعات وأن يعمل على تخفيف معاناة المدنيين؟ التوقيت الحساس هو عنوان هذه القمة، حيث يسعى المجتمع الدولي لإيجاد حلول دبلوماسية لزرع الاستقرار في تلك المناطق الملتهبة، في ظل السعي الدائم والمستمر للوصول إلى تفاهم وتوافق حول التحديات العالمية. أظهرت استطلاعات رأي أجرها مجلس العلاقات الإسلامية تقدم مرشحة حزب الخضر جيل ستاين في 7 ولايات أمريكية متأرجحة، ممن شأنه تقليل حصة الديمقراطيين والجمهوريين في هذه الولايات.
وحذر المرشح الجمهوري دونالد ترامب خلال كلمته في القمة الوطنية للمجلس الإسرائيلي الأمريكي من زوال إسرائيل إذا فازت هاريس في الانتخابات. يفجر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة قنبلة في معقل الديمقراطية الحديثة، فبحسب ترامب فإن مهاجمة إسرائيل أو حتى شخص يهودي سيجعلانك خارج لعبة السياسة، فإسرائيل وحدها من يقتصر عليها مفهوم معاداة السامية من وجهة نظر جماعات الضغط اليهودية في مختلف البقاع. حملة ترامب الانتخابية حاولت دغدغة عواطف الناخب العربي بالتعهد بإحلال السلام في المنطقة بشكل أسرع من نظيرته هاريس، لكن هذه الانتخابات لن تكون كسابقتها، فما رآه العالم من دعم أمريكي واسع لإسرائيل عبر إرسال ملايين أطنان الأسلحة إليها لخوض حرب غير متكافئة خلفت عشرات آلاف الشهداء في قطاع غزة، ما جعل الناخب العربي يستذكر الوعود غير الصادقة التي أطلقها بايدن قبل وصوله للبيت الأبيض، مستغلاً ملفات ترامب المكشوفة كخطط نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس وما عرف آنذاك بصفقة القرن، إلى جانب ملفات وضعها الديمقراطيون على كاهل بايدن للظفر بثقة الناخب العربي في انتخابات 2020. ملفات الناخب العربي تراكمت على مكاتب الإدارات المتعاقبة دون حل، وعود من ترامب بقمع المهاجرين لاسيما القادمين من مناطق مثل قطاع غزة، وتأييد مطلق من هاريس لتسليح إسرائيل. هذه الوعود وغيرها من شأنها تحريك الناخبين العرب صوب مرشحة حزب الخضر جيل ستاين التي لا يؤمل وصولها إلى الحكم، لكنها لا شك ستقدم حصة من أصوات ترامب وهاريس، ما يمثل عقابا بالحد الأدنى الممكن لغياب الإدارة الأمريكية بديمقراطيها وجمهوريها عن واجبها تجاه القضية الفلسطينية وعدم رؤية مشروع حل الدولتين النور بعد. أكثر من مليون ناخب مسلم يتركزون في 7 ولايات متأرجحة يتقارب فيها ترامب وهاريس، لكن المفاجأة بنتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت تأييد بعض هذه الولايات المتأرجحة لمرشحة حزب الخضر جيل ستاين المعروفة بمناهضتها للحرب على غزة رغم ديانتها اليهودية ونبذها لنظام الحزبين المهيمنين على البلاد. من واشنطن ينضم إلينا المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في واشنطن سيد نهاد عوض. أهلا ومرحبا بك معنا سيد نهاد. أبدأ معك بالأسباب التي لربما أدت إلى وجود مثل هذا التغير أو الحديث عن مثل هذا التغير في ظل هذه التطورات التي تحدث على مستوى الانتخابات الأمريكية سواء لهاريس أو حتى ترامب أو حتى جيل ستاين. شكرا. في الواقع أن تردد كامل هاريس بالإتيان بموقف صريح وعلني مغاير لسياسة الرئيس الحالي بايدن هو الذي حرمها من تأييد المسلمين والعرب وحتى مؤيدي القضية الفلسطينية في العديد من الولايات على مستوى الولايات المتحدة وتحديدا في الولايات المتأرجحة التي أشار إليها التقرير. وسبب أيضا صعود أسهم وتأييد جيل ستاين والمرشحين المستقلين حتى مثل كورنيل ويست هو تأييدهم شبه الكامل للقضية الفلسطينية وتحديدا رفض المذابح التي تقوم بها إسرائيل وكذلك الوعود بإيقاف إرسال الأسلحة إلى الدولة الإسرائيلية. طيب الآن يعني طبيعة هذه التوجهات، هل نستطيع الحديث عن إجماع مثلا على مستوى عربي إسلامي في الولايات التي يتواجد فيها العرب والمسلمين فيما يتعلق بتوجهاتهم إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، وبالتالي هذا قد يقودنا إلى سيناريوهات جديدة في التعاطي داخل المجتمع الأمريكي؟ نعم، هو في الواقع يعني كما أظهر التقرير نحن قمنا باستطلاع رأي للناخبين المسجلين المسلمين الأمريكيين والعرب الأمريكيين في كافة الولايات المتحدة، وهذا هو تقليد نقوم به منذ حوالي 25 سنة، وهذه التقارير والنتائج هي طبعا موضوعية ودقيقة وتكشف المزاج العام الذي يسود الناخبين المسلمين. وهو السيناريو الذي تتحدث عنه وأن الإدارة الحالية هي التي حرمت نفسها من هذا التأييد، بل تهدد حظوظ كاملة هاريس
من الفوز، وسبب في ذلك على أن المزاج العام بين الناخبين المسلمين والعرب هو الضغط على الحزب الديمقراطي وتسجيل موقف سياسي بعيد المدى. السؤال سيكون ماذا لو خسرت كامل هاريس؟ يعني سيكون النتيجة واضحة أن ترامب سيفوز، وهذا نعم نقول أنها ستكون خسارة، لكن ستكون خسارة مؤقتة، لأننا ننظر إلى يعني أثر بعيد المدى، بناء القوة السياسية التي سيحسب لها حسابها من كلا الحزبين، سواء الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري. وأيضا بالمناسبة، وهذه أول مرة أنا أقولها على محطة تلفزيونية، لأن الخبر هو يعني عمره ساعة، أن لجنة التنسيق السياسية والانتخابية لعام 2024 التابع للمؤسسات الإسلامية الأمريكية أصدرت بيان منذ قليل تدعو الناخبين المسلمين والعرب الأمريكيين بالتصويت لصالح المرشح الذي يدعو إلى إيقاف إطلاق النار ويطالب بإيقاف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. وبذلك هذا القرار هو قرار مجمع عليه، ردا على سؤالك، ويمثل يعني قطاع كبير من المسلمين الأمريكيين، وهو التوجه العام، وهي رسالة واضحة وقوية لكامل هاريس. هل يمكن اعتباره ملزم هذا البيان والقرار؟ هو الذي يسأل عن توجه المؤسسات السياسية الأمريكية المسلمة، هذا هو التوجه، وهذا التوجه هو يعكس ميول ومشاعر المسلم الناخب الأمريكي، وتم بعد دراسات ومشاورات معمقة استمدت سبعة أشهر. ولكن الحرب على غزة هي جزء من الأزمة، ولكن فيما يتعلق بباقي القضايا وربما باقي التوجهات، الحرب الأوكرانية مثلا، هل يمكن اعتبارها جزء من الأزمة التي شكلت مثل هذا التوجه بما ينعكس على حياة وظروف أيضا العرب والمسلمين في الولايات المتحدة؟ هي أظهرت التناقض والنفاق السياسي في أعلى مستوياته في قرارات الإدارة والكونغرس والسياسي الأمريكي، الذي يدافع عن حق المظلومين والبلد التي تم احتلالها ومن قبل روسيا وهي أوكرانيا، في الوقت الذي هذه نفس الإدارة ونفس الكونغرس يسلح ويدافع عن المحتل الإسرائيلي. هذا التناقض أظهر ضعف وخلل الأخلاقي في السياسة الأمريكية، وهي أيضا يعني ساعدت الرأي العام الأمريكي الذي يتوجه ويميل ناو إلى تأييد الشعب الفلسطيني أكثر مما سبق، بل وإن 70% من الرأي العام الأمريكي يؤيد وقف إطلاق النار، لكن فقط 7% من السياسيين الأمريكيين بما فيهم أعضاء الكونغرس الذين يؤيدون وقف إطلاق النار. وهذا وهذه الفجوة الكبيرة بين الرأي العام والسياسي الأمريكي أعطت زخم كبير للناخب المسلم والعربي، لأن يستخدم أداة الضغط على الحزب الديمقراطي على المدى البعيد، ستحسب يعني القيادة في الحزب الديمقراطي ألف حساب للأقليات القادمة، والأقلية المسلمة لا شك أنها الآن يعني محط أنظار وانتباه ومراقبة المسؤولين الذين يحاولوا أن يوجهوا يعني الحملات الانتخابية اتجاه الفوز، لكنهم سيفقدوا الصوت المسلم هذه المرحلة. أمام كامل هاريس تقريبا شهرين لتغيير مسار يعني سياستها. أنا شخصيا أشك أنها ستغير تغيير جذري، لأنها ولكن هنا السؤال خسارة نعم أعتذر منك، ولكن السؤال هل سيكون هذا التغيير كما ذكرت جذري وجدي أيضا باتجاه هذا الموقف، أم سيكون فقط لمحاولة كسب هذه المرحلة فقط؟ الآن هذا يقودنا أيضا إلى سؤال آخر فيما يتعلق بوعي المواطن الأمريكي والمواطن العربي الأمريكي والمسلم الأمريكي فيما يتعلق بتوجهاته باتجاه اختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بناء على لربما حالة الانفتاح التي حدثت. هل هذا شيء واقعي الآن فيما يتعلق بالنظرة بشكل أكبر لتوسيع المدارك، سواء على السياسة الخارجية الأمريكية للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على مستوى السياسة الداخلية؟
نعم أستاذ عبد الله، الذي ينظر إلى استطلاعات الرأي حتى التي تجريها مؤسسات البحث خارج يعني واشنطن، تظهر على أن فئة الشباب داخل الحزب الديمقراطي تميل إلى تأييد الرواية الفلسطينية وترفض الرواية الإسرائيلية، وهذه النسبة وصلت إلى أكثر من 54%، وهذه رسالة ومؤشر واضح على أن قيادات الحزب الديمقراطي المخضرمة الشيخوخة يجب أن تنتبه إلى أن قواعدهم ترفض سياستهم الحالية، بل إن هذا التحول الإيجابي والزيادة المضطردة بتأييد قضية فلسطين أيضا نشهده حتى داخل فئة الشباب داخل الحزب الجمهوري، لكن أقل بكثير مما هو في الحزب الديمقراطي. وبالتالي التوجهات العامة داخل المجتمع الأمريكي تدعو وتضغط على السياسيين الأمريكيين لأن يفوقوا من غيبوبتهم وأن ينتبهوا إلى أن شباب الأمة، شباب الشمال، شباب الأمريكيين في الجامعات وحتى الأوساط المتحررة والمعتدلة ترفض الرواية السابقة التي تطالب بدعم إسرائيل المحتلة التي تغتصب وتقتل وتمارس حرب الإبادة. اليوم المعلومات مكشوفة والواقع مكشوف، لا يحتاج الناس أن ينظروا إلى شبكة CNN أو الفاكس نيوز حتى يعرفوا الحقيقة من خلال رؤية التلفونات وكمية المعلومات والبث المباشر غيرت توجهات المجتمع الأمريكي. اسمح لي سيد نهاد فقط أستغل تواجدك معي في أقل من دقيقة، سؤال أخير فيما يتعلق بأنه هل من الممكن أن نشهد وجود فائز ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية خارج الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أو قد تكون هذه البداية للتغير؟ في أقل من دقيقة سيدنا. لا شك، نعم لا شك أنه إما كاميلا هاريس أو دونالد ترامب، لكن نحن ننظر إلى 2028. الانتخابات الرئاسية القادمة ستشهد قوة جديدة في العملية السياسية بما فيها الصوت المسلم والعربي. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في واشنطن السيد نهاد عوض.